The World of Islam Studio. وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول وجميع آيات الصفات مرها حقا كما نقل الطراز الأول وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأن منه ري أنهل وكذا الصراط يمد فوق جهنم فموحد ناج وآخر مهمل والنار يصلاها الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان سيدخل ولكل حين عاقلي في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول